يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أشكل علي، وهو قوله عند حديث من تشبه بقوم فهو منهم، قال ظاهر الحديث الكفر وأقل ما فيه التحريم، وقال في موضع آخر يجتمع في النهي عن التشبه بالكفار القاصد وغير القاصد، فما مقصود كلام الشيخ في كفر ذلك، وأيضا كيف نفرق بين القاصد وغيره؟ واضح الكلام، واضح. ظاهر حديث من تشبه بقوم فهو منهم، كلمة منهم تدل على أنه مثلهم في الكفر، هذا ظاهر الحديث، لكن أقل أحواله أنه يدل على تحريم التشبه، تحريم التشبه. والقاصد وغير القاصد، الكلام على المظهر، إذا تشبه بهم حصل التشبه، لكن إن كان قاصدا فهو يأثم، وإن لم يكن قاصدا أو جاهلا بذلك فإنه يبين له، فإن استمر فإنه يأثم بعد البيان. نعم.